هلو، اشتغلنا في فيديو سابق الجوانتي ده وقلت لكم انه من ابسط انواع جوانتي الكروشيه التونسي. طبعا جوانتي مفتوح بسيط جدا وسهل جدا للمبتدئين وغير المبتدئين. ايه رأيكم بقى النهاردة نزود الليفل صعوبة؟ طبعا ما بحبش كلمة صعب ولا مستحيل، ولكن تعالوا اوريكم هنعمل ايه النهاردة. يلا بينا، هنشتغل بإبر الضفاير. تمام، ما عندكيش إبر ضفاير هاتي إبرة كروشيه عادية. هنستخدم إبرة رقم 7 مع الخيط ده، إبرة تريكو لو انت هتعملي البليسيه بتاع القطع بتاعنا تريكو، إبرة كروشيه لو انت هتعمليه بالكروشيه، وهنحتاج إبرة التنظيف أساسية وأي وحدة قياس. تمام، مع الحاجات دي هنحتاج الخيط بتاعنا، وهستخدم معاكم البكرة الضخمة دي، انتوا شايفين حاليا صورتها، وهي خيط استوكات اسمه فوليا 100% اكريليك، ما بيجيش اي تفاصيل على البكرة غير صنعة في مصر و 100% اكريليك. طبعا اللون اهو، اللون كافيه غامق شوية، والماتيريال حلوة قوي والنتيجة خرافية. فيلا بينا على طول نبدأ. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. لو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، تريكو، مكرميه، وحتى الكروشيه العادي. هنشتغل النهارده جوانتي زي الجوانتي ده، ولكن بدون صوابع، جوانتي كفوف او جوانتي الصوابع بتاعته مختفيه، وهنعمل له طبعا الصباع واحد بس جانبي، وهيكون كله مقفول، وهنغير في شكل البليسيه وهنغير في شكل الغرزه. فيلا بينا، لان انا فعليا متحمسه جدا للفيديو ده. هنبتدي بكام غرزه؟ هنبتدي ب 40 غرزه، فعليا ابتديت ب 39 غرزه. فيلا بينا، اول حاجه هنعملها هنعمل 39 غرزه، وناخد كل حاجه على الابره. صف البدايه في الكروشيه التونسي، نعمل عدد سلاسل كتير كده، وبنرجع ناخد كل حاجه على الابره، وبناخد من اللوب الخلفي، بناخد من الغرزة بشكل الخلفي على أساس إن احنا نعمل صف يكون بدايته نظيفة وسلاسل منظمة زي كده. لو حصلوا أخدنا عكس، بمعنى إن احنا أخدنا الغرزة من قدام، هتبقى الغرزة أطرافها مش نظيفة، بمعنى إن السلاسل دي مش هتكون بالمنظر ده، هتكون عاملة كده. اكيد دلوقتي حاسين بالفرق ما بين دي ودي. طبعا اخدت اهو كل حاجة على الابرة، 39 سلسلة. هرتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض. طبعا ازاي بقى سيستمت شكل الضفاير والتفاصيل دي كلها، انا حبيت اعمل 3 ضفاير تحديدا مش اكتر من كده، ولذلك زبطتها على الاساس ده. ازاي بقى بتتظبط؟ ده اللي انا اعرفه حاليا. اول حاجة انا عايزة اطراف الجوانتي تكون غرزة عدلة من هنا وغرزة عدلة من هنا، دي اول حاجة. طبعا لازم في الضفيرة تكون في غرز مقلوبة ما بين كل ضفيرة والتانية، فده اللي هنمشي برضو عليه. فهعمل اول حاجة اربعة غرزة عدلة، اتنين مقلوب، لفة على الابرة دي عشان مقلوبة، هنزل اللفة واسحب لفة على الابرة. طبعا بناخد طرف السلسلة اللي ناحيتي من ورا، ملناش دعوة، انزل اللفة واسحب 8 غرزة عدلة اللي هتكون بعدين ضفيرة، من بعدها 2 غرزة مقلوبة، بعدين 8 غرزة عدلة تاني، 4، 5. طبعا بصوا، بندخل في السلسلة كده كلها ونروح على الفراغ ده كده، نسحب بقى معانا غرزة عدلة، محتاجين 8. لف على الابره، بنزل اللفه وقت ما ياخد طرف السلسله الامامي واسحب كده. انا عملت غرزه مقلوبه بعد الغرزه العدله، اصبح الغرزه العدله يمينها وشمالها غرزه مقلوبه،
ونفس النظام في كل الغرز، 8 غرزة عدلة. بعدين 2 مقلوب، وآخر حاجة 3 عادل. لو انت عملتي 40 غرزة تحديدا هتلاقي 4 عدل زي ما ابتديتي بالأربعة عادل، لكن أنا عاملة 39 غرزة بالظبط. طبعا العدد ده هيختلف من عرض كل كف للتاني، يعني أنا الكف عندي، بصوا العرض عندي هنا أهو 9 سنتي، لما اجي اريح ايدي كده اهو تمام هعمله 21 لـ22 سنتي، فاهمني؟ لما نيجي نقيس دي كده هنلاقيها اكتر من كده. ليه بقى؟ على اساس التقفيل، فانا بزود غرز على اساس ده، فدي كده 25 سنتي. طبعا لسه احنا ما كترناش في الغرز على اساس ان هي تعشق مع بعضها، هنقيسها تاني بعد ما تعشق. دلوقتي هي 25، ممكن تقل عن كده، فاهميني؟ هرتفع سلسلة واسحب كل 2 مع بعض كده. علشان تفهموا احنا حددنا ايه اللي طفيرة وايه اللي غرزة عدلة بس، وايه اللي غرزة مقلوبة كفواصل كده ما بين الضفاير. اسحب كل 2 لوب او 2 سلسلة مع بعض. هشتغل 10 أصفف وبعدين ابتدي ان انا اعمل اول ضفيرة معايا. فنشتغل 10 أصفف بنفس الطريقة، 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، 8 عدل، 2 مقلوب، لحد ما بخلص كل الصف بتاعي. كل مرة بنفس الطريقة 10 أصفف بالشكل ده. الغرزة العدلة اهي، بدخل كده في النص على الفراغ ده، اسحب واخلي معايا على الابرة لفة لقدام، اخد الطرف انزل اللفة واسحب كده، انا عملت غرزة مقلوبة لفة لقدام. طبعا الطرف الامامي بس، الطرف الخلفي مش بيكون فيه اي حاجة بالنسبة للغرزة المقلوبة. لفة لقدام، انزل اللفة واسحب لفة لقدام. طبعا السلسلة اللي باخدها هي الطرف، كأني هعمل غرزة بسيطة من ورا، مفيش اي سلاسل انا اخدها، انزل اللفة واسحب غرزة عدلة. السلسلة كلها اهي وش وظهر، بدخل كده كأني هعمل غرزة بسيطة تمام، وادخل في الفراغ، الفراغ اللي هو المربعات الفاضية دي هنا كده، اسحب واخلي معايا على الابرة. دي كده الغرزتين بكل بساطة. لفة لقدام، آخر غرزتين مقلوبة، وآدي آخر حاجة غرزة عدلة. بروح على الطرف، وده مهم جدا المرة دي، آخد الاتنين السلسلة كده من الجنب، آخد الطرفين تبعها، أسحب وارتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. هشتغل 8 أصفف غير الاتنين اللي احنا عملناهم، وبعدين نبتدي في غرزة الضفيرة. زي ما انتم شايفين كده انا عملت 10 أصفف، وده الصف 11 اللي على الابرة، 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، 8 عدل، 2 مقلوب، 8 2 8 2، وبعد كده 3 غرزة عدلة. بعدين ارتفع سلسلة واسحب كل 2 مع بعض لحد ما اوصل لاول ضفيرة عندي. اشيل اول 4 سلاسل، اخدهم كده بابرة الضفاير وارجعهم ورا، وغرزة السحب اللي على الابرة ارجعها تاني واضم قوي كده واسحب كل 2 مع بعض من الـ4 سلاسل الباقيين للضفيرة. اوكي، بعدين زي ما انتم شايفين في 4 هم وغرزة السحب على الابرة،
هروح اخد غرزة السحب اللي على الابرة دي على اساس ان طبعا هطلع منها عشان متقعش. واعمل ايه؟ هروح اخد الاربع سلاسل وغرزة السحب كده، هيبقوا خمسة معايا على الابرة، واطلع ابرة الضفاير واسحب كل اتنين مع بعض وبالراحة على اساس ان انا مدمكش غرز هي مش موجودة. رحت كده دلوقتي الاتنين المقلوب برضو بسحب كل اتنين مع بعض، وصلت للضفيرة اللي في النص، وزي ما انتم شايفين بتبقى عاملة زي ما تكون كده بايظة او مكلكعة، متقلقيش دي غرزة الضفيرة. وهوريك الصف الجاي ازاي هنتجاوز الحركة دي، اربع سلاسل بابرة الضفاير، هطلع الابرة بتاعتي من الاربعة دول، اروح على الغرزة الخامسة على غرزة السحب، اسحب كل اتنين مع بعض، بعدين اخد الغرزة الخامسة اللي هي على الابرة غرزة السحب، ارجعها معاهم واحط كل الخمسة على الابرة. تمام اهو، دي اول اتنين وادي كده الخمسة بالشكل ده، بعدين براحة خالص اسحب كل اتنين مع بعض. تابعوا التفاصيل الجاية بدون اي كلام. بعدين بقى هشتغل بعد الضفيرة، هروح اخد الغرزة العدلة لف على الابرة الغرز المقلوبة. تمام زي ما انتم شايفين غرزة في هنا اربعة وفي اربعة لورا، طبعا هاخد الاربعة للورا الاول وبعدين ارجع اخد الاربعة اللي قدام، الاربعة الورا اهم. لو عملت ايدك كده هتبان. تمام ادي اول غرزة، تانية، تالتة، الرابعة. تمام زي ما انتم شايفين في برضو اربعة قدام، فهرجع كده اعمل ادي كده واحد اتنين تلاتة وادي الرابعة. تمام بصوا بقى الغرزة مفتوحة ازاي، فهروح اعمل الغرزة دي تويستد، بمعنى انه الغرزة اهي هحاول كده الف حواليها لحد ما تبقى ضيقة شوية اهو، لف على الابرة لقدام، ادخل في طرف السلسلة دي مقلوبة، انزل اللفة واسحب، وطبعا ما بين هنا وهنا اكون مضيقة ايديا على اساس انه الغرز ما تكونش مفتوحة معايا. الاربعة اللي قدام اسيبهم، الاربعة اللي ورا هما الاول، ادي واحد اتنين، غرزة عدلة طبعا، تيتوريال الغرزة ده هتلاقوه في صندوق الوصف، تلاتة، أربعة، كده الخمسة، رحت على قدام أنا خلاص، ستة، سبعة، بصوا دي أهو، عشان الغرزة تتلف معايا، كده تمانية، تلف على الإبرة لقدام، ارتفع سلسلة، وزي ما انتم شايفين بقى دلوقتي خلاص اول غرزة ضفيرة معايا اتكونت. هسحب الاتنين مع بعض وخلاص الغرز اهي، بس هي بتكون مضمومة شوية
فعادي بالراحة خالص كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كل حاجة في الصف بقت سهلة. كل اللي عليا دلوقتي ان اشتغل كمان 9 أصفف بنفس الطريقة، لف على الإبرة وبعمل نفس الأسلوب، لف على الإبرة. فدي غرزة مقلوبة، الغرز العدلة هتلاقوها خلاص بقت بارزة اهو. 3 7 8 تمام، لف على الإبرة. طبعا خلاص بتكون الغرز برزت زي ما انتوا شايفين كده، واقدر ان انا اشتغلها بشكل عادي. بعد ما عملت 10 أصفف ده الصف 11 برضو وقفت عنده، ودلوقتي تعالوا نعمل الضفيرة الأخيرة مع بعض. دفعت سلسلة في نهاية الصف ونسحب كل 2 مع بعض، وبعيد عن إبرة الضفاير نستخدم المرة دي الإبرة دي. شيل 4 على إبرتي، ارجعهم ورا، اخد الخيط مرة تانية وارجع اسحب كل 2 مع بعض، اخد الاربعة بتوع الضفيرة وارجع اخد الاربعة التانيين، فهسيب دي كده ارجعها ورا واسحب على طول الاربعة. طبعا دي كده يسهل عليا انا اكتر. بالذات لو عدد الضفاير كبير بالطريقة دي، يعني حبذا لو انت معاكي ابرة اكبر، بس انا ايه يعني جايبة لكم الابرة الصغيرة بحيث لو مش موجود نفس الرقم. اسحب برضو كل 2 مع بعض، اروح كده على ورا وارجع اسحب نفس الطريقة. اسيب برضو اول 4، طبعا ده على حسب عدد الضفيرة، يعني الضفيرة بتاعتي هنا 8، ممكن ضفيرتك تكون 6. او 8، اي رقم انت حابه. اسحب كل 2 مع بعض، برضو اطلع دي كده، اخد دي وبعدين اسحب كل 2 مع بعض. زي ما انتوا شايفين اتكونت معايا الضفيرة كاملة المرة دي، مش جزء بس منها. هشتغل بعد الموضوع ده بعد الصف ده حوالي 5 أصفف، وبعدين ابتدي اقفل. كل اللي انا بعمله ان انا باخد الغرز العدلة المقلوبة، كل غرز على حسب شكلها باخدها زي ما هي. اروح هنا زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي، اروح اخد اللي هنا الاول، بعدين الاربعة الباقيين اللي هم قدام اهو. زي ما انتوا شايفين خلاص الضفيرة بتاعتي اتكونت، وكل الحاجات اللي هنا بقت على الابرة. لازم هنا يكونوا 8، لو ما كانوش 8 يبقى انتي نسيتي حاجة منهم. زي ما انتوا شايفين باخد الضفيرة وبمشي معاها كده حتة حتة على اساس كل غرزة تكون بارزة معايا. طبعا ابرة رقم 7 بتخلي الغرز واضحة بزيادة، فمفيش داعي ان انتي تدوري على الغرز، ولكن لو استخدمتي ابرة زي رقم 4 مثلا هيكون الشغل معاكي صغير، حجمه ضيق نوعا ما، فخدي بالك ان انتي تنسي غرز. غرزة مقلوبة اهي اخر حاجة زي ما انتوا شايفين بتبقى عاملة كده. بروح الاول على اللي ورا اهم، بيكونوا هما الاربعة، بعمل فيهم الغرزة العدلة بتاعتي عادي. وادي الاربعة اللي قدام، بعدين خلاص كده اخر
في الصف. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض ونروح على الصف اللي بعده. الصف اللي بعده خلاص كل حاجة بتكون برزت كده واضحة قدامي، فخلاص بشتغل عادي زي ما انتم شايفين كده. لف على الإبرة واعمل غرزة مقلوبة، بعدين الغرزة العدلة. خلاص التمانية بيكونوا وضحوا كده وبرزين معايا، فباخدهم كلهم اهو. خلاص بقى بيكونوا اترصوا جنب بعض، مفيش حاجة ورا وحاجة قدام، لا كلهم بيكونوا برزين كده وموجودين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين برضو الضفيرة اللي بعدها اخر حاجة، وارتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض وهكذا. هشتغل كمان صفين ثلاثة ونرجع نقفل الجوانتي ده مع بعض، او يعني او بشكل اوضح نعمل البليسيه بتاعه مع بعض. هنعمل بليسيه تركو وهندمج الخيط ده، وهنعمل بليسيه من فوق ومن تحت، واخر حاجة هنعملها هي التقفيل. خلصت الكام صف دول وارجع لكم مره تانية. خلصت اربع اصف بس بعد الضفيره زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنستخدم التريكو في شغلنا، ولكن قبل ما نعمل التريكو لازم نشيل كميه كده من الخيط ونتعامل باسلوب مزدوج. دلوقتي بقى هندمج الخيط من اول البلسيه، فجبت طرف الخيط كده عشان مش عايزه اقطع الخيط، يعني هسيب منه طرف بسيط وهعمل كالاتي. هاخد الطرف ده كمان يبقى كده معايا على الإبرة، وعشان طبعا ما يبقاش في الهواء كده هاخده من نفس المكان اللي طلع منه السلسلة التانية. كده أنا دمجت الخيط. خلاص كده بقى نتعامل إن الخيط مدموج. هروح هاخد كل حاجة على الإبرة، ولكن هرحلها على إبرة التريكو. دي إبرة 3.3 بالشكل ده كده. طبعا شايفين الوسع ده قد ايه، احنا مش عاوزينه، فهنعمل كل غرزة بنفس شكل غرزتها، بس لما اجي اخدها احطها على الابرة الاساسية على اساس انه الغرز تكون بمقاس الابرة اللي انا هشتغل عليها في الاساس. كل غرزة كده بغرزتها باخدها وارحلها على الابرة التانية، ولكن برجعها للمقاس الخاص بالابرة اللي موجودة حاليا، ابرة التريكو، على اساس انه الغرز تكون بمقاس الابرة الاساسية. وطبعا هتكون البليسي بتاعها معشق وشكله حلو ومش هتحسوا بفرق، يعني السمك اللي احنا شغالين عليه حاليا ده يكون نفس سمك البليسي ولكن تريكو. طبعا في حاجة، احنا بدأنا ب 39 سلسلة، فدول كده 39 سلسلة، احنا محتاجين سلسلة تانية، فهنتحايل ازاي؟ هروح عند الطرف الخارجي اللي ناحيتي، لا اللي بره، تمام. هاخد سلسلة اسحبها واعمل كده. ده على اساس ايه؟ على اساس ان انا عايزة اعمل البلازيه بتاعي مزدوج، اتنين مقلوب واتنين عدل. خلاص ننعدل لفة، اتنين مقلوب كده. البلسي بتاعي بقى مزدوج. ازاي بنعملها؟ بصي يا ستي، بدخل كده اوكي، الابرة اللي في ايدي دي بتبقى لتحت، والابرة اللي في شمالي بتبقى لفوق، طالما هي غرزة عدلة. الخيط اهو بيكون لبرا، بلف على الابرة اللي تحت ماسكاه بايديا، تمام اهو. لو انت مش قادره تتحكمي في الخيط، تمام، بحيث ان انت لما تيجي تتحركي بالابر دلوقتي الخيط عمره ما يطلع من ايدك، تمام اهو. لو حاسه ان خلاص المساله صعبه، الابره اللي تحت
طبعا الخيط عليها، تعملي كده، فالخيط اللي انتي ماسكاه ده بيكون خلاص طلع على الابره، والابره الشمال بتروحي شده كده فالخيط بيقع من عليها كده. انتي بتكوني عملتي غرزه عدله. تاني مره اهي الخيط ده تلف كده، الابره اللي تحت تطلع كده لحد ما تطلعيها شايفه منين الفتحه دي بالشكل ده كده. تمام كده انتي اخدتي الغرزه، يبقى ان انتي تشيليها من على الابره الشمال. غرزه مقلوبه، اول حاجه الخيط بيبقى قدامك خلاص مش بيبقى لبره، بتدخلي بالطريقه دي. تمام منين اهو الغرزه، بتدخلي كده، تدخلي في الغرزه من بره على جوه على الغرزه اللي جنبها، بتلفي الخيط بالطريقه دي مره كمان اهو. تمام طبعا انت كده كده ماسكه بايديكي، بتعملي ايه؟ بتطلعي الابره اللي فوق دي لبره كده، وبتروحي شايلاها من على الابره الشمال مره تانية. بندخل كده من بره على جوه، اوكي الخيط اهو، الفه كده. بعدين شايفه ابرتي بتنسحب ازاي، بعدين باخدها واطلعها على بره كده، اصبح كده الغرزه خلاص اتعملت مقلوبة من على الإبرة الشمال، بوقعها وبس. اتنين غرزة عدلة واتنين مقلوب. دايما بقول لكم انه لازم ننتهي زي ما ابتدينا، يعني ابتديت من هنا غرزة عدلة لازم انتهي بغرزة عدلة وهكذا، على اساس ان الشكل يكون متناسق. ولكن الجوانتي ده دائري، يعني هيتقفل في الاخر، وبالذات البليسيه هيكون مقفول للاخر، فانا عايز ادي ايحاء ان هو دائري، فلازم ابتدي وانتهي بغرز مختلفة عشان لما يجي يتجمعوا على بعض بعد شوية تكون الغرز بتاعتي مظبوطة وكأنها دائرية. تمام طبعا طالما هي دائرية مش معقولة هتنتهي وتبتدي بغرزة عدلة، هيكونوا الاتنين كده ضلع ضخم، ولكن لما تبتدي وتنتهي غرزة عدلة وغرزة مقلوبة يكملوا الشكل. كل انا هعمله حاليا خلاص كل الغرز اتحددت، حتى لو هي مش واضحة ولكن احنا بنعرف الغرزة المقلوبة من البروز ده، الغرزة العدلة بتكون داخلة لجوه كده. هشتغل بقى خلاص الغرزة عدلة زي ما هو، الغرزة مقلوبة زي ما هو، حتى لو الصف بتاعي اختلف خلاص يعني مفيش اي مشكلة. دلوقتي ترى زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى نقفل مع بعض. اول حاجة غرزة مقلوبة، اللي بعدها برضو، بعدين هطلع اول غرزة عملتها تعالوا اقول لكم البليسيه كان قد ايه تحديدا. البليسيه من الناحيه الصغيره اللي هي هتكون على صوابعي كان 5 اصفف، والصف السادس كان تقفيل، هنا كان 7 اصفف. قفلنا البليسيه طبعا وش على او ظهر، الاتنين مش فارقين يعني. هنا بقى هيفرق الموضوع ده، هو ان انا باخد العمود كده
والعمود المقابل ليه، طبعا مش باخد السلاسل من الجانب، على اساس ان انا اعمل الغرز دي مخفية وكأني اشتغلت دائري بالشكل ده. العمود كله كده طبعا بيبان بسهولة، يعني العمود اهو بيكون شايل كل السلسلة، ما بين السلسلة دي والسلسلة دي هو العمود اهو. طبعا اعمل حساب فتحة الصباع ولسه قدامها شوية، ان انا بدخله كده في ايديا، متقلقوش مش هيحصل له حاجة. وطبعا بشوف هو قد ايه كده بالظبط اهو، وابتدي اقيم على الاساس ده بالطريقة دي. ده لو هي اول قطعة. طيب لو هي مش اول قطعة بقارن ما بينها وبين القطعة التانية. طبعا لسه شايفين قدامها شوية صغيرين، شايفين كده انا بعمل عقدة، وطالما الخيط طلع من النص كده ما بينهم يبقى انا ربطت كمان. تمام، مرة كمان اوكي. دلوقتي عايزة اطلع لهنا زي ما عملنا في الجوانتي السابق، بندخل كده تمام. ولو عايزين ادخلوا في قلب الأعمدة دي تمام بالراحة خالص بقى كده، ريحوا القطعة زي ما كانت وشوفوا فاضل لها قد ايه اهو. اخد كده العمود اتأكد بقى خلاص انه تمام، فاعمل عقدة. لو اتأخرتي على عقدة فارجعي تاني بالشكل ده كده. خلصت الجوانتي. لو عاوزة تعملي للجوانتي ده، الجوانتي ده فيه حيلة انه هنا يتلبس وهنا يتلبس، يعني انا اقدر البسه بالطريقة دي اوكي، واقدر البسه عكس اهو. فاهميني دلوقتي؟ لو جيتوا حسيتوا هتلاقوا هنا مثلا طويل وهنا قصير مبين الجزء ده من صوابعي. ليه بقى انا عملت الحركة دي؟ على اساس ان لو الجو ساقع قوي انا اعمله بالطريقة دي، لو الجو كويس يبقى انا البسه بالطريقة دي. هو تماما عكس الجوانتي السابق خالص اللي هو ده، عملنا الاساور وعلى طول هي القطعة ليها طريقة واحدة في اللبس، مفيش اي اختلافات، وده سيمبل قوي، طري جدا، انثوي اكتر. ده يصلح رجالي وحريمي وده يصلح رجالي وحريمي، ولكن اختلاف الالوان هو اللي انتي هتقدري تلعبي فيه. فزي ما انتوا شايفين تختاري ده او تختاري ده براحتك، الاتنين كويسين، ولكن ده متعدد الاستخدامات، هارد اكتر، تقدري تبطني ده فرو او تقدري تبطني ده ويكون الجوانتي معاكي يعيش سنين. تحفة قوي، كمان مش بيصرف في الخيط، البكر لسه موجود منها كتير. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنشتغل حاجات مختلفة، ولكن هرجع اكمل معاكم السلسلة بتاعة الجوانتي ده، انه اعمل لكم الليج وارمر اللي هو مدفئ القدم، مش عارفة اسمه ايه، ولكن هو ليه اشكال كتيرة. وان شاء الله هنعمل الجزء التاني من الجوانتي في ان احنا نعمل باقي الطقم بتاعه ان شاء الله. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة، واعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا شير للفيديو لو حابين غيركم يستفيد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة، باي.